هناك من يعرفني أعز المعرفة، وهناك من يعرفني جيدا، وهناك من يعرفني قليلا، وهناك من يعرفني سطحيا، وهناك من لا يعرفني أصلا. المهم، أردت أن أوصل لكم رسالة خفيفة عليكم، ولكنها ثقيلة على كاهلي. أنا لا أعلم متى يدركني الموت، فقد أكون في يوم من الأيام اغتبت أحدا بزلة لسان، أو في نفسي، أو مع جماعة، بقصد أو بدون قصد، أو أخطأت بحق أحد. فالإنسان ليس معصوما من الخطأ، وليس عيبا أن نعترف بأخطائنا، لكن أتمنى أن يسامحني الجميع. فقد قيل إن الله لا يعفو عن المغتاب حتى يسامحه من كانت الغيبة في حقه، وأنا أعترف بذنبي خوفا ممن بيده ملكوت السماوات والأرض، فلقد كثر موت الفجأة، وأرجو أن يسامحني الجميع، فاقبلوا اعتذاري. فنحن في أيام كثر فيها تساقط الأرواح، أنا لا أعلم متى يدركني الموت، فمن يحمل في قلبه خدوشا صغيرة أحدثتها له فليخبرني لأطلب منه السماح، أو ليعتقني لوجه الله. لعلي كنت أمازحه فأثقلت عليه، أو ربما لامست وجعه، أو أيقظت ذكرياته، أو سببت له حرجا دون قصد. فنحن راحلون ولا نعلم كيف سنفارق الدنيا ولا متى، ومن المؤلم مفارقتها وقلوبنا مليئة بالمواقف التي لم تحكى ولم تجد للغفران طريقا لها. فسامحوني لوجه الله.